دي التالتة يا حوت. دي بره يا حوت. لا هتقع على الخط. مية 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 مية. صباح الخير يا اجمد فريق في الدنيا. عاملين ايه النهارده؟ تعال اي حاجه. وصلنا ده احمد ليه مليون. احمد ليه مش هاخد كام برنس مصر؟ وصلنا 250000 مشترك. تعبتوا ولا لسه؟ لسه محتاج البيت. وصلنا تعبتوا ولا لسه؟ ما تعبوش برنس مصر بالكاس والله. خلاص تمام. عايز اقول لكم حاجه، عايز اقول لكم حاجه يا جماعه. النهارده معانا تحدي قوي جدا، بس قبل ما نبدا التحدي اسمه ده يعملوا ايه؟ اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولايك كتير كتير. وصلنا ل 20 مليون لايك. بصوا يا جماعه، عايزين تعرفوا التحدي ايه؟ ايه هو؟ انت قعدت ليه؟ قعدت اتكلم. لا انت قلوم وقف. انت قعدت ليه؟ بصوا يا جماعه، تعرفوا التحدي ولا تعرفوا العقاب؟ العقاب هياخد شويه نجيله ياكلهم. ايه؟ لا ياكلهم بايده ياكلهم. هياكل تعرفوا التحدي ايه؟ بص بقى. نعم؟ مالناش دعوه. مالناش دعوه. يلا بينا اقول لكم حاجه، يلا بينا التحدي اقول لكم عليه. بصوا يا جماعه، شايفين نزلت حاجه ساقعه دي؟ بصوا شوفوا ثواني يا احمد. طيب مالناش دعوه. بصوا لو سمحت، لو سمحتوا هنا متركم 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. نطوا عليك الحراميه، اكلوا الفول والطعميه. بصوا يا جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا عشان انا عايزين نياس انه فيروز بتاع بره. بصوا يا جماعه كل واحد في المطبخ ولا لا؟ ماما في المطبخ طبعا. بصوا يا جماعه كل واحد فيكم ليه خمس لعبات تمام، واللي هيجمع نقاط اكتر هو اللي يكسب التحدي. لو عدت الخط يبقى اتلغى. ولو وقفت على الخط ما الغي. واقول لكم حاجه، ما حدش يشيل نزله حاجه ساعه نهائي. ما حدش يلمسها يعني اما تقف لوحده. لو سمحت بصوت بايده. استنى استنى يا جماعه، لو يا حوده لو سمحت، لو سمحتوا بتكلم اقل. ركز انت في الحته دي، ركز يا ندى. اقل واحد هيجمع نقاط هو اللي هياكل النجيله. تمام؟ أول أي تلعب الخمسة بتوعها الأول. بإيدك أي. يا بنت ال واقف على الخط. يا حظي ماشي. واحد تلاتة. دي بره أي شكلها. لا اي اي العبي صح، العبي صح. واحد فاضل. لا العبي صح. احمد واحد فاضل. اي واحد فاضل. افكر احمد ايه بتقول؟ لا انا لعبتها جت حلو. ايه اللي بتحول؟ اي خط. لا 70 70 اي عند ال 70 يا جماعه. اي معايا 70 فاضل لي اي خط. خط عشان احنا لما نضرب الكره احسن. ايه؟ لا 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 70 دي الرابعه ديت. انت بتتكلم على الثانيه. طلع بره. ايه حكايه جبتوا خط ايه؟ يا ابني خشن بيقف عندها. لا لا 70 كده كام؟ اخر واحده. انا جايب واحده. خد مكه محمد. هتعدي ال 100 دي. خط يا حبيبي. انت فرعية قوي كده احمد والله خشن بيقع. ما هو كله عليك وعلينا. يلا ندى ايه فرعية؟ يلا بينا. يلا برنس الفقر الكبير. ايه عمل 70 محمد الفقر الكبير هيلعب. يلا وسع ايدك لو سمحت يا غزة عشان محدش يشوف. يلا حوت ابدا الخمسه بتوعك. خط. يا فارق يا حبيبي. هو ده عايز اقول لك حاجه، تكسب النهارده في التحدي ولا لا؟ باذن الله. يلا بص قبل ما تلعب دي قول. يلا قول انا في التحدي ما حدش قدي. انا في التحدي ما حدش قدي. انت صالح. يلا يا حوده العب. نعمل انا وانت واثنين. خلاص احنا أربعين خط. لا 40
حوده معايا 40 انا 70 محمد ايه جبت الاربعه على الخط يلا وال100 على الخط جت لي يلا ثاني يا عيال دي الثالثه يا حوده دي بره يا حوده لا هتقعد على الخط بقى 100 100 100 100 100 يلا خط لا خط خط اهو كده دي كام واحده كده انت نفسك واحده يلا كلب يا وطيا العيال لو سمحتوا يلا برنس تكسب النهارده برنس ولا لا بس موجود حدود حدود يلا بينا 210 5 صح يا خطوطك يا خط خط خطوطك اول واحده خط خط ده خط 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 لا 80 80 80 80 الرابعة الرابعة يلا لا لا عدت 70 انت اقول لك حاجه انت مبسوطه وانت بتقوليها يعني حاسك مرتاحه نفسيا يلا يلا بينا خط انا 150 دي 100 دي خط 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 والله خط 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 سلمى برنسيس هتكسبي النهارده في التحدي باذن الله انت طبعا على السوشيال ميديا خطي خطي خط خطي خطي خط لا خط خط يا ابني انت عايز تكسب لو سمحتوا انا الحكم بس دي هتعدي دي جدعه 40 40 30 140 150 واو
خلاص كده يا بنت. والله؟ طب العب. لا جاب 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 خمسة. خمسة. لا لعبت. رقم اثنين بالنسبة اللي أنا رقم واحد. أنا فاهم معلش نادر. يلا رقصة بتعدنا يلا يلا. مش علاقة باللي احنا بنعمله خالص. يلا بينا نظمت محمد. قبل ما تبدأ. اللي معاه حبة ما يشيلش هم. قبل ما تبدأ. اللي معاه حبة ما يشيلش هم. محمد انت كام؟ يلا بينا. عشرين. ده يا ندى مراتي. جيبي كمان واحدة عشان تكسبه. خط لا لا وانا بنقلك اصعب عقاب النهارده 60 120 اخر واحده والله العظيم اخر واحده انا هلعب بعديكوا ها خط يلا بينا دور انا يا جماعه دور انا يلا بينا 150 تعال صور ندى 120 وانت 180 وخدها 200 يلا بينا بسم الله خط 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 60 كلكم طالعين انا اللي وقعت طلعتها 70 جدع يا فاضلك 20 متعدين لا انت كده كده ده كده عملوه الوحيد اللي جنبي مين انت وخدت خدت خط 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 خلاص فاضلك واحد فاضلك واحد ايوه لو جبت 100 تبقى 90 لا يا ابني ده 230 220 220 انت اللي كسبان انا كسبان انا عطاف على نظام راتب الاتحاد بالعقاب لا عطاف على نظام راتب بالعقاب احفظ على نظام احفظ على نظام بالعقاب يا جماعه حد هيديك 2000 جنيه لو انت كسبت 2000 جنيه فين؟ قال لي كسبان مين كسبان؟ اهو اقسم بالله 2000 جنيه اهو قال لي هديك 2000 جنيه والله والله العظيم انا اللي كسبان انا اللي هاخدهم والله يعني انت عامل اتحاد عشان تاخده منت 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 يا جدع احلى ليك انت بالسته وسته اديك والله العظيم انك انت بصراحه ها انت كسبان بس المفروض حد اللي ياخده والله عشان انت ما انت قلت انا مش معاك في التحدي خدهم اهو هعمل حته بقى اللي هي بتاعت ايه اسمه ده اللي جاب الخواطر لا حرام يا عم حرام ما تعرفش الزب الناس ايه حرام يا عم حرام يا ابني الفيديو عجبكم فكره الفيديو كمان عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك في الفيديو دوت وتوصلوا 50000 لايك ورايكم همنا في الكومنتات يا اغلى حاجه في حياتنا تنسوش تشتركوا في قناه البريتس مصر وتوصلوا 250000 سبسكرايب ومكه في البيت ل 100000 باي